بسم الله الرحمن الرحيم. حبابنا طلاب الصف الأول، بنستكمل معكم الفصل الأخير أو الفصل النهائي وآخر دروس الفصل. وعندنا هنتكلم النهاردة على مولات المركبات والصيغة الأولية والصيغة الجزئية. هو ده موضوعنا، مولات المركبات. تكلمنا الحصة اللي فاتت عن المول، وقلنا المول هو الكتلة الجزيئية أو الكتلة الذرية معبرا عنها بالجرامات. تمام؟ يعني ايه مول مركب؟ احنا الحصة اللي فاتت قلنا على مول العنصر، يعني مول الصوديوم مثلا ان ايه ده المول منه 23 جرام. طب مول الكلور 35.5 جرام. طب لو قلنا مول كلوريد الصوديوم اتنين مع بعض، يبقى هنجمع ده مع ده ببساطة. انا بلبس الطقم قميص وبنطلون، تمام؟ كتلة القميص كام؟ مثلا 500 جرام. طب كتلة البنطلون 1500 جرام، يبقى كتلة الطقم كله على بعضه كام؟ 2000 جرام مثلا يعني. فأنا عندي كتلة الصوديوم لحالها 23، طب كتلة الكلور 35.5، يبقى كتلة كلوريد الصوديوم اجمعهم مع بعض. بس ببساطة ده مول المركب. ماشي يا شباب؟ طيب زي هنا بيعطيني أمثلة أهو، بيقول لي إن مثلا أنا عندي مثلا CCl2F2 مثلا. معناها ايه؟ معناها عند المركب ده اسمه ايه؟ ثنائي فلوريد، ثنائي كلوريد الكربون من الكلورو فلورو كربونز، اللي هي الغازات اللي خدناها في اول السنه، اللي هي عندي الكلورو فلورو كربونز اللي هي عندي زي اللي بتسبب تاكل طبقه الاوزون يعني. طب لما اجي احسبه، احسبه ازاي ده؟ او بقول له انا عندي كربونه واحده، تمام، واتنين كلور واتنين فلور، يعني عندي كام ذره؟ عندي 5 ذرات، كل ذره لها كتله، تمام، او كل ذره المول بتاعها له كتله. يبقى المول من المركب كله اجمعهم مع بعض، اقول هنا ايه؟ يبقى هذه الذرات مرتبطة معا بنسب 2 2 1. والآن افترض أن لديك مول من ده، هذا يعني أن فيه ايه؟ فيه مول كربون واتنين مول كلور واتنين مول فلور. يبقى أجيب كتلة الفلور أضربها في 2، وكتلة الكلور أضربها في 2، وكتلة الكربون واحدة بس، وأجمعهم الخمسة مع بعض او الثلاثة مع بعض، يديني الايه؟ المول من الثنائي كلوريد، ثنائي كلوريد الكربون. ماشي بالشكل ده، ادي الحبة الواحدة اهيت، ادي كربونة في النص، اتنين كلور اتنين فلور، تمام. زي ما قلنا انا عندي عدد مولات الفلور 2. الواحدة من الفلور بكام؟ 5.5، تمام. مول من اف سي سي ال 2 اف 2 في 2 فلور يبقى اديني كام؟ 11 مول فلور، تمام. ناخد مثال على كده، بقول لك احسب، ركز من اول هنا، احسب عدد مولات ايونات الالومنيوم في 1.25 مول من اكسيد الالومنيوم. يبقى انا عندي اكسيد الالومنيوم كم مول؟ 1.25. طب المول الواحد فيه كم الومنيوم؟ اهو 2، هضرب 2 في 1.25 يديني عدد مولات الالومنيوم الثلاثي. ببساطة من غير ما اخش في تفاصيل الايه؟ المثال، عندي المول الواحد فيه كام المونيوم؟ ده مول اهو، اقول انا عندي ده مول، صح كده؟ المول ده فيه كام المونيوم؟ 2، فيه كام اكسجين؟ 3.
طب لو عندي 2 مول من ده يبقى فيه كام ألمونيوم؟ 2 مول في 2 ب4. طب كام أكسجين؟ 2 مول في 3 ب6. طب لو عندي 1.25 مول فقط أضرب. واحد وربع في 2 يديني كام؟ 2.5 مول من الألمونيوم. ماشي يا كده. طب لو عايز الكتلة يبقى أضرب في كتلته. طب الكتلة المولية للمركب أضرب في الكتلة يا شباب. يعني مديني مثال أهو. كرومات البوتاسيوم. كرومات البوتاسيوم. ها 2 كي. الكي اهي كام حبة؟ 2. اضرب الكي اهو اللي هو كام الكي؟ 39.10 في 2 يديني كام؟ 78.20. يبقى انا كده حسبت مين؟ حسبت البوتاسيوم اهو، شيل البوتاسيوم. بعد كده عندي الكروم سي ار كام واحدة؟ كروم واحدة. غير اللون عشان يبقى معاه الكروم اهو، خد بالك من اللون. الكروم بكام؟ ب52. كام حبة؟ واحدة، يبقى 52 جرام. باقي عندي مين؟ الأكسجين. الأكسجين كام حبة؟ برافو عليك، 4. 4 هي تضربها في الأكسجين كام؟ 16. اديني كام؟ 64. يبقى المول الواحد كام؟ اجمع كل دول مع بعض يدوني الكتلة المولية لمركب كرومات البوتاسيوم. اقول تاني المثال ده اهو مهمة. عندي كرومات البوتاسيوم K2CrO4. يعني ايه؟ يعني الكي منها 2، يعني المول الواحد من كرومات البوتاسيوم فيه 2 مول بوتاسيوم ومول واحد كروم و4 مول اكسجين. طب عايز كتلته الموليه يا استاذ، احسبها ازاي يا محترم؟ يقول لي كتله البوتاسيوم كام؟ 39.10. طب دي حدها لك في المساله أو هقول لك هاتها من الجدول الدوري وأديك الجدول الدوري. يبقى أروح على البوتاسيوم، البوتاسيوم موجود فين؟ أيوه في المجموعة الأولى. كي أروح أشوف كتلته الذرية كام؟ ألاقيها 39.10. مين فين عندي كام حبة؟ 2، زي أنت رايح السوبر ماركت. هجيب 2، أشتري 2 بوتاسيوم. واحدة كروم، واحدة وأربعة أكسجين. ها البوتاسيوم بكام؟ ب39.10. خدت حبتين أحسبهم، الكاشير يحسبهم لي بكام؟ 78.2. طيب خدت واحدة كروم بكام الكروم؟ ب52. خدت أربعة أكسجين بكام الأكسجين؟ ب16. أجمع دول كلك يطلع لي ليه؟ أيوه الريسيت بالمبلغ كله، المبلغ كله كام؟ أجمع دول يديني 194.20 جرام. ده اسمه الإيه؟ اسمه الكتلة المولية. ماشي يا ابن الحلال؟ تمام. طبعا مسائل تعال ناخد المثال هنا من اللي هو ايه جايبه لي دولت واقول لك حلو. هتحله ازاي؟ ادي عندي بيقول لي ان اي او اتش، احسب لي الكتله الموليه. موجود عندك مين؟ ان اي بكام؟ ب23. موجود عندك واحده او بكام؟ ب16. موجود عندك واحده هيدروجين بكام؟ ب1. تخيل انت بتشتريه من السوبر ماركت. الان اي بكام؟ ب23، هتحاسب على 23. الاكسجين بكام؟ ب16، هتدفع 16. الهيدروجين بكام؟ ب1، هتجمعهم تبقى هتدفع كام؟ 1.16 و23 اديني كام؟ 40. بسيطة اهي. طب احل دي ازاي يا استاذ؟ تمام. عندك كام كالسيوم؟ واحدة. بكام؟ بكذا. طب عندك كام كلور؟ 2. بكام؟ بكذا. اضرب دي في 2 واجمعهم. نفس الشيء بسيطة وبيفكرني بالحسابات بتاعت الابتدائي رابع وخامس وسادس ابتدائي، كان بيحسب الحاجات دي بسهولة جدا. بس مش ككيمياء بقى، انت احسب انك بتبيع وتشتري. والله انا رايح اشتري من المركب ده،
حتى لو ما عرفوش مين ده كي، في واحدة كي بسعر بكامل كي لسه جايين دلوقتي اهو. طيب السي عندي كام واحدة؟ اتنين. بكام السي؟ هيقول لي الاتش 3 اتش بكام الاتش؟ ها واضربها فيه. اكسجين اتنين بكام الاكسجين؟ وهكذا. واحسبها كده، تخيل نفسك كاشير او بتحسب عند كاشير كده وبتعمل الايه الاشياء البسيطة دي. ماشي يا احباب؟ طيب مش هطول عليكم في الايه في الكتلة المولية، كفاية الايه المثال اللي احنا خدناه احنا حلناه. نشوفوا الموضوع التاني هتكلموا فيه اللي هو ايه. تمام، الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية. ماشي، يبقى احنا خدنا مثال واضح جدا على حساب الكتلة المولية، كفاية ده أعرف ازاي أحسب الكتلة المولية. طيب الموضوع الثاني أو الفكرة الثانية هنتكلم فيها إن الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية، ودي اتكلمنا فيها كتير واحنا مع بعض في المدرسة، ازاي أكتب صيغة مركب. لما يقول لي مثلا كلوريد الصوديوم، يبقى في عندي كلور وفي صوديوم، الكلور أحادي والصوديوم أحادي، وهكتب NaCl. تمام، دي مبدئيا بيسموها صيغة أولية. ممكن تكون هي نفسها الصيغة الإيه؟ الجزيئية. طب إزاي أحسبها؟ حاجة اسمها بحسب الأول حاجة اسمها التركيب النسبي المئوي. زي إيه؟ هيقول لي والله نسبة المركب على بعضه 100%، منهم الـ Na مثلا 50% والـ Cl 50%، يبقى واحد لواحد. ماشي؟ طيب النسبة المئوية دي بتتحسب ازاي؟ بيقول النسبة المئوية بالكتلة بتساوي كتلة العنصر على كتلة المركب ضرب 100. دول يعملوها مين؟ الجماعة حقة الكيمياء التحليلية دول. عايز يعرف والله يجيب كلوريد الصوديوم، يقول لي أنا عايز أشوف ده فعلا كلوريد صوديوم ولا مادة تانية. يطلع الصوديوم لحاله ويحسب كتلته، ويطلع الكلور لحاله ويحسب كتلته، طبعا عنده موازين وأشياء في الإيه؟ في المعمل بتساعده. ويشوف تركيبه، هل هو NaCl ولا مش NaCl؟ هيعرفها ازاي؟ عن طريق الايه؟ النسبة المئوية بالكتلة. طيب لما طلعها دي بيقول عليها اسمها الصيغة الأولية. تمام؟ مثلا يعني مركب فيه H وفيه O، وجد لما حسب النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين والنسبة المئوية للكتلة للأكسجين لقاها إيه؟ إن هيكون عندي واحد واحد إلى واحد، عدد ذرات الهيدروجين قد عدد ذرات الأكسجين. الله، يبقى اسمه HO. مفيش عندي HO، آه بس في عندي H2O2. يبقى الـ H2O2 ده سبب اسمه الصيغة الجزيئية، أما الـ HO ده الصيغة الأولية. الصيغة الأولية قد تكون هي الصيغة الجزيئية، وقد تكون الصيغة الجزيئية أحد مضاعفاتها، يعني زي NH2O2 اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين، أو بيسمى بيروكسيد الهيدروجين اللي هو H2O2. ماشي، فقد تكون الصيغة الجزيئية هي الصيغة الأولية، أو قد تكون أحد مضاعفاتها. أيوة، يعني الصيغة الجزيئية إيه هي يا أستاذ؟ ممكن أخد لها تعريف؟ أيوة طبعا، النسبة اللي تمثل دائما العدد الفعلي، ويلجأ العلماء إلى ما يسمى بالإيه؟ الصيغة الجزيئية لتحديد أي مركب، وهذه الصيغة تعطي أيوة العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة. تمام؟ يعني قد يكون الصيغة الجزيئية هي نفس الصيغة الأولانية، أو يكون أعلى منها أو أحد مضاعفاتها. ماشي يا شباب، يعني كده عندي بمعرفة الكتلة المولية للمركب ومعرفة المول من كل عنصر أقدر أحسب الكتلة المولية، وأقدر أحسب عدد مولات العناصر، وبكده أقدر أحسب إيه حاجة اسميها الصيغة الأولية. مبدئيا نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين 2 إلى 1، يبقى عندي H2O. والله هي نفس الصيغة الجزيئية بتاعت الماء، خلاص يبقى الصيغة الجزيئية هي الأولية. لا ده طلع HO،
بس ما عنديش HO بس عندي H2O2. ماشي المثال اللي ورا. طيب يبقى عندي نوع من المركبات بيلزق فيه جزيئات ميه. يعني المركب الكيميائي مرتبط معاه عدد من جزيئات الماء بس مش داخل في تركيبه. يعني مش داخل في تركيبه؟ يعني ممكن اطلعه منه، يعني زي مثلا كان عندي كبريتات النحاس CuSO4 دي بسموها كبريتات نحاس لا مائيه. وفي نوع ثاني من كبريتات النحاس التصق به بعض جزيئات الماء، دخلوا فيه كده مسكوا معاه اصبح مركب جديد اسمه كبريتات النحاس المائيه. يعني المائيه يعني المرتبطه بعدد من جزيئات الماء. تمام؟ طيب دي بسميها ازاي او بشتغل عليها ازاي؟ فبقول لي هنا مبدئيا الملح المائي مركب يحتوي على عدد معين من جزيئات الماء المرتبطه بذراته. تمام؟ كفايه كده لحد هنا التعريف. ها ده اسمه بسموه ملح مائي. زي مين يا استاذ؟ زي ده مثلا كلوريد، الكوبالت، سداسي الماء. الله، يعني انا عندي يعني ده همت عندي اصبح مركب اهو فيه كلوريد كوبالت بس مرتبط نقطه بوينت ديت، شايف البوينت دي النقطه دي، بعد كده 6 H2O. يعني كلوريد الكوبالت مرتبط معاه 6 جزيئات ماء بيسموه ايه؟ ها كلوريد الكوبالت سداسي الماء. طب لو كانوا 5 اقول خماسي الماء، 10 عشاري الماء، 2 ثنائي الماء، 1 اقول المائي. ها اقول تاني ولا ناخد مثال تاني؟ خلينا في مثال تاني او امثله بقى اهو عندي. خد بالك انا دايما عند هتلاقي في النهايه مجموعه من جزيئات الماء. يعني زي هنا مثلا واحد زي مين عندي؟ دي اسمها اوكسالات الامونيوم. احاديه الماء. الماء اهو. الماء اهو. يبقى دي مين؟ كلوريد الكالسيوم ثنائي الماء اللي قلنا عليه. طب ده اسيتات يعني خلات الصوديوم ثلاثية الماء. طب ده فوسفات الحديد رباعي الماء. طب ده كبريتات النحاس خماسي الماء. طب ده كلوريد الكوبالت سداسي الماء. الله، مش احنا خدنا كلوريد كالسيوم بس ده كان ثنائي الماء اهو. طيب كبريتات المغنيسيوم سباعي الماء. هيدروكسيد الباريوم ثماني الماء، وانت ماشي كده. عشاري الماء مع مين؟ مع كربونات الصوديوم. يبقى دي مركبات عاديه بتتحسب وبعد كده بايه؟ بضيف عليها جزيئات ماء بتبقى مرتبطه بيها. ماشي يا احباب، الجدول ده اهو بيوضح لك من عندي من احاد الماء الى عشاري الماء. هل يمكن التخلص من الماء؟ يمكن التخلص من الماء. أنا عندي كلوريد كوبالت سداسي الماء اللي هو لونه زهري ده. ماشي أهو. لما أبدأ أسخنه يطلع لي كلوريد الكوبالت اللامائي الأزرق. ده بالتسخين لو أنتم ملاحظين. في عندي إيه؟ لهب أهو. اللي بيسخنه. يبقى كيف تحول من اللون الزهري الى اللون الازرق لما تخلصنا من جزيئات الماء؟ تخلص من جزيئات الماء اصبح عندي بعد ما كان لونه زهري كده معاه ميه اصبح لونه ازرق وليس معه ايه؟ وليس معه ماء. ماشي يا شباب، يعني هنكتفي بهذا القدر عشان ما اطولش عليكم في الدرس ده، وده اللي مطلوب منك وانا كلمتك فيه، وإن شاء الله بالتوفيق. وهنبدأ إن شاء الله من الحصة الجاية مراجعة طبعا على الأجزاء اللي احنا سبق درستها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.